السلام عليكم، طارق من فلسطين. أنا من المقيمين في المغرب، طبعا بفتخر بالشعب المغربي، وجود الشعب المغربي يعني ووقوفه مع فلسطين، وتحية للملك محمد السادس على وقفته. نحن طبعا ضحينا وقدمنا تضحيات كتير بفداء فلسطين، سواء من قرايبيني من عائلتي. نحن لاجئين من 48، طلعنا من فلسطين من أرضنا. أنا من مدينة طبرية، في 48 طلعونا على أساس أنه نطلع يوم يومين أسبوع ونرجع، ولهلا ما رجعنا. من هذا الحكي من جد جدي، ونحن ما زلنا متمسكين بحق العودة، لازلت أحمل الجنسية الفلسطينية رغم أنه انعرض علي جنسيات أخرى لم أحملها. أحمل الجنسية الفلسطينية وأفتخر بها، وإذا صحت لي بأي فرصة أني أرجع لفلسطين أحرر بلدي أنا برجع مباشرة. شكرا لكم، وتحية جميلة من قلوب فلسطينية لقلوب مغربية. أشكرك.